عايز ارجع لحضرتك بقى في الجزئيه اللي بدا بها فضيله الشيخ وخدمه الـ 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 والد الزوج او والده الزوجه. بصي انا مبسوطه قوي دلوقتي كلها ضغوط وحياه. انا طبعا الناحيه الدينيه تحدث فيها فضيله الشيخ، انا عايز اعرف من الناحيه الانسانيه يا فندم. يعني انا ممكن ابقى زوجه صالحه وكل حاجه واشيلهم على راسي من فوق، بس انا برضو مضغوطه، ما هو انا كمان تعبانه وبنزل شغلي من بدري، بصحي عيال، بعمل سندوتشات مدارس، بودي دروس، بودي تمرين، مش قادر ارجع بالليل اقعد اخدم واعمل، اعمل ايه واوصل لهم ده ازاي من غير ما يبان ان انا مش بره بيهم او مش بحترمهم. بصي فضيله الامام قال جمله مهمه قوي، قال انا هحكي السؤال جه ازاي وبالتالي ترتبت عليه الاجابه. صحيح. انا كنت بشتغل في الجمعيه العالميه للطب النفسي في سكشن مسؤول عن علاقه الدين بالصحه النفسيه على مستوى العالم كله، كل الديانات السماوية والغير سماوية بتقارن بقد إيه توافقها أو تأثيرها على الصحة النفسية وعلى العلاج النفسي. فالنقطة دي بتاخدنا إنه المفهوم الكبير للدين هو مصلحة الحياة، مصلحة الحياة، إن أنا ربنا سبحانه وتعالى والرسل والوحي بيخدم مصلحة الحياة البشرية، انه انا وانتي نعيش كويس، وانا وانتي نراعي بعض، وانا وانتي نعرف حدودنا فين ما نأذيش بعض. ده المفهوم الكبير للدين، بيحط لنا بعض القواعد الرئيسية اللي نمشي عليها وبعض الحدود اللي نتبعها عشان نوصل لده. يجي بقى العلماء الدين بيدرسوا بدراسة مستفيضة اكتر عشان يقارن الظروف اللي نزل فيها هذا الدين والرسالة دي انتشرت ازاي والثقافة اللي طلعت منها هذه الرسالة وازاي اطبقها على اللي احنا فيه النهاردة. ففضلته قال جملة مهمة قوي، قال انا هتكلم على فرض ولا فضل، فرض ولا فضل. الفرض يعني حدود الدين، الدين بيلزمك هتصلي امتى وهتصومي امتى وهتعمل زكاه، خلاص. الفضل هو هنتعايش مع بعض ازاي، لان احنا لازم لما نعيش نراعي بعض. ومعلش اللي هو برضه الفرض، الفرض الديني، الفرض اللي هو بالنصوص، اللي هو النص الامر من قران او سنه. ده اللي قصد الدكتوره الكريمه تتكلم عليه، لان هناك برضه فرض اجتماعي، فرض ادبي، كذا. لا انا هتكلم على الفرض الديني اللي هو النص الديني الواضح اللي انا باخده وباخد منه التفسيرات حسب مناسبتها حسب ثقافتها. الظروف الاجتماعيه النهارده بتحطك في فرص الاجتهاد، ان انت لازم تاخدي هذا النص وتستخدميه حسب ما يخدم حياتك النهارده، لان انا لازم امشي الحياه النهارده. اه بس مش بفسره على اهوائي. لا بتفسريه على المعنى الرئيسي للفرض. فهو حط فرضيه مهمه، قال انه دور الزوجه هي رعايه الزوج والموده والرحمه في العلاقه. حلو. خلاص؟ حلو. لكن ايه اللي هيستلزمه الموده والرحمه؟ هتلزمه ان انا ساعد في البيت ولا ساعد ولاده ولا ساعده ماديا ولا ساعد اسرته ولا ساعد نفسي واشتغل ولا ساعد نفسي واشتغل. يعني هل النهارده اقدر الزم الزوج وحده بالنفقه في ظروف اقتصاديه بقت ضغط على الاسره؟ هل اقدر النهارده حضرتك بصي على يعني ايه ام الزوج او والد الزوج مريض؟ انا بشتغل. لا بس لحظه واحده، حضرتك قلتي كلمه خطيره، ما تقوليهاش يا دكتوره كده وتسيبيها. طيب. لا بس الزوج حتى في ظل الظروف الصعبه هو ملزم ان هو يكفي بيه. هو ملزم والدين الزمك. صح. بان شفتي بقى عندنا كام دايره ازاي؟ هرجع لك. لا دي مش دايره، ده خط مستقيم يا مولانا. شفتي الدوائر؟ ده خط مستقيم. لا يا مولانا، لا انا قصدي على الدوائر، دايره الفرض وملزمه تقبلي بما يستطيع ودايره كذا والبيئه التي تختلف وبناء عليه تختلف الأحكام وتختلف الأعراف. يا فندم يتغير الزمان. طيب. فتختلف الأعراف فتختلف الأحكام. بصي هو وصل لحد فين بقى في الآخر؟ الحكم. الحكم إن هو هيبني على قاعدة عريضة لكن هقيسها على الظروف اللي أنا فيها النهاردة، وبحكم ثقافته الدينية ومعلوماته الدينية هيبني حكم جديد. طيب.